الأخبار من قناة حلب اليوم. رئيس تركيا رجب طيب أردوغان يقول أن تنظيمات PKK وBYD وYPG وجولين دخلت سجلات حلف ناتو كتنظيمات إرهابية. فريق منسق استجابة سوريا يوثق أكثر من 2122 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار في شمال غرب سوريا من قبل النظام وروسيا منذ مطلع العام الحالي. منظمة العفو الدولية تطالب مجلس الأمن بتمديد القرار الخاص بإدخال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا. الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقول إنها وثقت 1024 حالة اعتقال تعسفي في النصف الأول من عام 2022 على يد مختلف أطراف النزاع في سوريا. موقع المونيتور يقول إن الشركات السورية في تركيا تواجه مجموعة من التحديات نتيجة تداعيات الجائحة والأزمة الاقتصادية إضافة إلى السياسة في الوقت الراهن. ممثلة بريطانيا في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية جوان روبر تقول إن نظام الأسد استخدم الأسلحة الكيماوية في 8 هجمات منفصلة ضد الشعب السوري والمملكة المتحدة ستضغط من أجل محاسبته.